هل يمكن أن يبقى الصدر وجماهير الصدر في سكوت خلال حكومة الإطار التنسيقي بين هلالين إن صح التعبير؟ بصراحة يعني كل الدلائل تشير أنه الإطار التنسيقي والسيد السوداني يعني بشخصه، إذا رجعنا على تاريخه، السيد مقتدى صدر والصدريين ما عندهم فد خلاف مباشر مع هذه الشخصية، بعيدا عن حزب الدعوة وبعيدا عن نور المالكي، إذا نظرنا بشكل منفرد عن هذه الشخصية. وأعتقد السيد السوداني بتثبيت أنه تعديل قانون الانتخابات خلال 3 شهور، أيضا تثبيت في المنهاج الوزاري بإعادة الانتخابات خلال سنة، هو مغازلة للسيد مقتدى الصدر والتيار الصدري بأنه أعطونا متنفس خلال أشهر من أجل العمل على ما تريدون وأجل إعادة ما أنتم فرضتوه من خلال تغريداتكم ومن خلال ما بياناتكم. هذا التفسير يأخذنا إلى ناحية أنه السيد مقتدى الصدر قد يطول سكوته إلا بعد عدة أشهر خلال هذه الحكومة، إلا في حال استجد شيء كبير ممكن يؤثر على الشارع العراقي، ممكن السيد مقتدى الصدر قد يتدخل وقد يغرد في أو يعطي بيان محدد على الحكومة. أما المسير اللي نشوفه حاليا هو لصالح التيار الصدري وأيضا لصالح الإطار التنسيقي الذي يحاول الاستفادة من خلال الميزانية اللي موجودة وحالة الانتعاش الاقتصادي على أن يستطيع أن يصلح ما فشلت به الحكومات التوافقية.